لأخبار نادي الزمالك، واستأنف الفريق تدريباته أمس السبت على ملعب النادي استعدادا للقاء سجرادة الأنجولي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما حصل اللاعبين على راحة أول أمس. وبدأ مران نادي الزمالك بجلسة بين الكابتن معتمد جمال المدير الفني واللاعبين، وتحدث خلالها المدرب عن نتيجة مباراة المصري الماضية في مسابقة الدوري، وكمان طالب بضرورة غلق صفحة المباراة السابقة والتركيز في بطولة كأس الكونفدرالية. شدد المدير الفني على ضرورة تصحيح المسار في الفترة المقبلة، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز في مباراة سجرادة الأنجولي وتحقيق الفوز للحفاظ على صدارة المجموعة وحسم التأهل لدور الثمانية. نروح لأحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق واللي حصل على راحة من التدريبات الجماعية أمس. حضر زيزو إلى مقر النادي إلا أنه اشتكى من الإصابة ليخضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة. ويعاني اللاعب من إصابة بكدمة في وجه القدم، وفضل الجهاز الفني والطبي منح اللاعب راحة من التدريبات الجماعية لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل مواجهة بطل أنجولا المقبلة. ونروح لخبر تاني، وبدأ مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له بأداء تدريبات الركض حول الملعب على هامش مران أمس بمقر النادي في ميت عقبة. وعقد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك جلسة مع اللاعب وعلاء رجب مدرب الأحمال لشرح ما سيتم تنفيذه في البرنامج التأهيلي لمصطفى شلبي في الفترة الحالية. مصطفى شلبي بيغيب عن تدريبات الفريق طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة في وجه القدم واحتياج اللاعب لفترة للتعافي من الإصابة. بإذن الله يعود مرة تانية إلى الملاعب، والسلامة تكون بتصاحب كل اللاعبين في الفترة اللي جاية. ونروح برضو الخبر تاني، وبتغادر القاهرة الساعة 3 عصر اليوم الأحد بعثة فريق الكرة بنادي الزمالك من مطار القاهرة متجهة إلى أنجولا استعدادا لمواجهة سجرادة الأنجولي يوم الأربعاء القادم في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية. وبيختتم نادي الزمالك تدريباته اليوم على أن يعلن بعدها الجهاز الفني بقيادة الكابتن معتمد جمال عن القائمة اللي هتخوض مواجهة بطل أنجولا.